يبقى فيه عدالة بالنسبة للناس. العمل هو حاجة مهمة، المرحلة اللي جاية مرحلة مش رفاهية، هم عارفين الناس، بس مشكلتهم حاجة واحدة بس، صارحي الناس، اتكلمي مع الناس. احنا داخلين على مرحلة صعبة يا جماعة، بنعمل كذا وكذا وكذا، مش احنا ناس كويسين جدا واحنا بنعمل لكم الخريطة اللي المفروض تمشوا عليها، وجايبين لكم مشروع نهضة ملوش حل، اللي هو الوهم ده يعني، وجايبين لكم وجايبين لكم. لا، احنا لازم نخاطب الناس بالواقع، حتى لو كان مؤلم او كان صعب شوية، قدامنا كذا، واحنا جربنا كتير في الحروب بتاعتنا، في موضوع شد الحزام، في موضوع الرخاء اللي كان هيجي فيه مش عايزين فساد ياخد موارد. الناس تستشعر الصدق في الشخص اللي هيقودها، لو حست بده فعلا هتتحمل معه الصعاب والتحديات. يعني ممكن في ناس كتير تقول لك ما فيش جديد حصل قوي في بلدنا، او ما حصلتش طفره كبيره بعد ثوره 30 يوم، بس هو احساس الناس ان اللي بيقودها مخلص ليها وعنده اراده وطنيه حقيقيه هتستحمل معاه. هي دي بقى جزئية الناس بتحب السيسي عشان كده، إنسان صادق فيما يقول، ما قالش أنا هعمل أحلام وردية ولا قال هنشتغل، بس على الأقل هنحمي، مفيش حد معين هيعمل لنا إملاءات، مش هتجيلنا أوامر من بره اعملوا وما تعملوش، إحنا هنبقى مالكين قرارنا. من ضمن الحاجات اللي قلت لحضرتك ما قلتهاش، ان ليه انتخابات رئاسيه ومش برلمانيه الاول؟ لان مين اللي هيتكلم باسم مصر في المرحله اللي جايه؟ سياده المستشار عدلي منصور موجود، لكن احنا عايزين حد ده معروف انه رئيس مؤقت كويس وراجل فاضل وكويس جدا، لكن احنا عايزين حد العالم الخارجي يبدا يتكلم معاه كرئيس لمصر، ومصر دي مش حاجه قليله، ولابد ان اللي يكون قائد هذه البلد رجل دوله. احنا مع احترامي الاستاذ حازم مفيش كتالوج هنمشي عليه، لا احنا عايزين حاجه بس. هي بس الفكره الاساسيه، ورد على نفس السؤال، او قبل ما ارد حتى على السؤال، انا عايز انوه بس للمكالمه بتاعت الاستاذ عماد الدين حسين. انا اعتقد ان انا كنت متفق مع الاستاذ عماد في الراي اللي هو مال اليه، وانه من اهم احد اهم استحقاقات مرحله ما بعد الاستفتاء هو ايجاد حاله من التوافق المجتمعي والتوافق السياسي الموجود في الشارع. دي نمره واحد. نمره اثنين، بردا على السؤال، الناس ايه هي دوافع الناس وهي رايحه على الاستفتاء؟ المفروض وانا داخل استفتي، انا داخل بستفتي على دستور انا قريته واقتنعت بيه، او قريته ما اقتنعتش بيه، قلت او قلت لا، كويس، ده المفروض. لكن للاسف الشديد الذهنيه اللي كانت موجوده عند المواطن هو رايح انه يستفتي، زي ما حضرتك قلت كده، هو رايح يستفتي على 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 الفريق السيسي او الاستفتاء هم ضد الاخوان، وهي مش هنقولها بقى كده، هنقول انه كان التصويت بشكل ما او باخر كان تصويت عقابي او تصويت انتقامي في الاخوان المسلمين. احنا هنلغي الدستور بتاعكم، او ان احنا هنقول مثلا لا للحقبه بتاعتكم، وان احنا هنأسس لحقبه جديده. ماشي، ده كويس كشكل احتجاجي، ولكن كمسألة تصويت على الدستور، احنا نزلنا في حملات توعية بالدستور قبل الاستفتاء، وكنا بنقول للناس ايه؟ بنقول للناس ما تقولش نعم ولا لا، قول للناس اقرا، ولو انت ما بتقراش اسأل وشوف اذا كان هذا الدستور يرضي طموحاتك، قول له نعم عن اقتناع. اذا كان هذا الدستور لا يرضي طموحاتك، قول له لا برضه عن اقتناع، مش عندا في اللي هيقولوا او عندا في اللي هيقولوا لا. استاذ حازم، الموضوع ده بدا قبل كده من حقبه الاخوان، يعني كان في صناديق، وكان في اللي هيصوت بنعم ولا هيصوت بنعم، يعني هو بدا مع الشعب المصري للاسف بهذه كلام حضرتك صحيح تماما. يعني التحريض والتحريض المتبادل، التحريض والتحريض المقابل، ده كان موجود ايام الاخوان، بس انا مساحة العمل لمن كانوا يقولون لا أيام دستور 2012 كانت أوسع شوية. أنا متفق مع سيادة الدكتور إنه الدستور الذي تم إقراره مش هنقول بنسبة 100% كويس، ولكن على الأقل بنسبة من 70 ل 75% دستور جيد جدا. والدستور ده ما هوش يعني نهاية كل شيء، بالعكس، الذين وضعوا هذا الدستور ليسوا ملائكة معصومين، وهذا الدستور في الحد ذاته لا هو ده مش كتاب مقدس، هو انا بعتبره خطوة كبيرة إلى الأمام، وثيقة جيدة جدا مقارنة بالوثائق الدستورية اللي احنا مرينا عليها في مصر خلال الحقب السابقة، بس برضو نتعامل معاه في حدوده المرحلية. احنا
الدستور ده للمرحله اللي احنا عايشين فيها، هل دستور جيد؟ ايوه دستور جيد، ده من وجهه نظري انا الشخصيه في 70% منه دستور جيد ودستور ممتاز وصوت عليه بنعم، ولكن مش معنى كده ان هناك اخرين ليهم اعتراضات وانا مصر باعتراضات مش من اجل الاعتراضات، لا ده ليهم اعتراضات موضوعيه، اعتراضات في صلب الدستور نفسه، كويس؟ كان يجب ان يسمع صوتهم، كان يجب ان هم ياخدوا الفرصه يقولوا انا بقول ده ليه؟ استاذ حازم احنا عندنا كان بالفعل بيشرفنا ضيوف بيبدوا اعتراضات هم على الدستور وكان حق يعني الرد مكفول سواء بالتصويت بنعم او لا، وكان في كتير رغم اعتراضاتهم قالوا احنا هنصوت بنعم برضه بالظبط، بس قالوا اعتراضاتهم بشكل يعني واضح وصريح. ماشي، المشكله بقى انه الاعتراضات قيلت داخل الغرف المغلقه وداخل قنوات التلفزيون، الاعتراضات دي ما وصلتش للشارع كويس، يعني الناس ما نزلتش. انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا كنا بندعو بالتصويت بلا على دستور الاخوان كويس، دستور 2012 احنا نزلنا عملنا مؤتمرات جماهيريه في الشارع نقول للناس قولوا لا، محدش اعترض كويس. حصلت مناوشات وحصلت كلام بس كلها في الحدود الضيقه كويس. هل كان حد يجرؤ ان هو يجي قبل الاستفتاء ده ينزل يعمل مؤتمر في الشارع ويقول يدعو الناس ان هو لا كويس؟ للاسف كان في تضييق يعني من ناحيتين، اعلامي طبعا يعني مع الاحترام للليل الاخبار انها كانت بتستضيف الضيوف اللي بيقولوا لا، بس بخلاف الليل الاخبار حضرتك هتلاقي التوجه العام لكل القنوات، يعني لان زي ما قلت لحضرتك احنا في ظرف استثنائي، احنا مش مختلفين سياسيا، انت مصر هنا بتحارب الارهاب، في ضباط بيموتوا، مديريات امن بتتفجر، في اعمال ارهابيه بتطالب المواطن المصري، فانت هنا في ظرف استثنائي مختلف عن الصراع السياسي المعتاد في الفترات السابقه. زي ما قال الاستاذ عماد الدين حسين، اللي كل واحد مسؤول عن اختياراته، احنا بنخرج احنا دلوقتي بنتكلم في سياق خريطه الطريق، ودي زي ما قلت قبل كده دي الوثيقه اللي تم التوافق عليها من البدايه. اي حد هيتعامل بره سياق هذه الوثيقه ده مش موجود معايا، اي حد هيلجا لاي شكل من اشكال العنف او اللاسلميه ده مش موجود معايا كويس. اللي بيرتكب جريمه او بيرتكب عمل ارهابي يعاقب عليه كويس، انما انا بعبر عن رايي بشكل سلمي وبشكل قانوني كويس، انا لازم اخد المجال ان انا اعبر فيها عن رايي. تمام، طب تعقيبك يا دكتور ياسر. هو انا عايز اقول بس حاجه صغيره، احنا في الدستور في الانتخابات بتاعه الدستور ده حضرتك سمعتي عن مواطن واحد اخد ازازه زيت او سكر او اي حاجه، الناس نزلت حبا وكرامه تعبر عن رايها حتى الذين لا يقرؤون، تلام الراجل اللي هو الرمز بتاعنا ده قال انزلوا صوتوا فاحنا واثقين فيه، فاحنا هنصوت بنعم عشان خاطره. مش المفروض ان حد يقول لي انزل صوت احنا مش كلنا، احنا عندنا نسبه اميه في مصر، لكن المواطن المصري البسيط ده اعلى من اكتر عالم، صدقني نبضه واحساسه هو قادر على الفرز، يعني رغم من بساطه المواطن المصري بس هو قادر على الفرز وقادر على الاختبار صدق المواطن المصري. في اللحظات الحاسمه بيقدر ياخد قراره بشكل طيب، واحد احنا بنحب معنى حب هذا الوطن اولا واخيرا. وبعدين مشكورة انتهى، مشكورة جزيل الشكر الدكتور ياسر سعيد مساعد رئيس حزب مصر الحديثه، شكرا لك. الشكر ايضا موصول للاستاذ حازم عبد الله المحامي والعضو المؤسس لحزب الدستور، بنشكر حضرتك. شكرا لكم ومشاهدينا الكرام، بكده خلصت حلقتنا النهارده في هذا الصباح، شكرا لحضرتك. إن شاء الله غدا فريق عمل جديد في هذا الصباح، دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.